اهلا وسهلا، السلام عليكم. كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم كيف كتشوف الصوره، جبتكم واحد المالح اللي هو قشيوشات ولا مثلا فليكات، كل واحد شنو كيسميهم. اللي هنايا غادي تكون الحشوه ديالهم عباره عن بيشاميل مع، انا ما عنديش سبيناكاس، عملت السلك، شبرت السلك قطعته طريفات صغيره ودبلته مع التومه، نقيت هاد الزيت وفتوت هاد الابزار وحكيت هذا الجوزه. ياك ملي دبل مزيان هاد السلك عاد زدت عليه بيشاميل، عملت باتي د السالمون وجبنت السالمون حتى هو. ملي طاب زدت عليه، انت فحالي كتشوفوا هنا كاين الخيوط، زدت عليه هذا جبن موزاريلا وزدت عليه الدانت فيبي، يعطي واحد الطوكين زيون. باش نعمرو بهم الفليكات ديالنا على بركه الله. ها كتشوف كيف كتشوفوا هنايا الفليكات ديالنا، ها هما غادي نبدا نعمر فيهم بالطريقه هذه. هكذا ياك، وغادي نزيدو الجبن المحكوك فوق وجهم، ونزيدو اخرين يجيو مزيونين حتى العيال كيعجبوهم. كانت فيهم كلشي كيعجبهم، كنبقاو بالطريقة هادي حتى كنكملو كلشي. بس صافي كنعملو الجبن المحكوك وندخلو للفران وبالصحة والراحة. صافي ملي كملت التعمير ديالهم كاملين، عملتلو مش كيقولولو الجبن، ها هو صافي، ودخلو للفران يتحمو بالصحة والعافية. الملح ديالنا ها هو وجد بالصحة والعافية. ما عنديش شنو نقولكم، كيف جا كيحمق من هنا يتحمروا ليه، شوفوا هادي عاود. المهم كما كيكونوا كما كانوا محمرين كما كيجيو مقرملين مزيونين بالصحة والعافية. ها هما، كنتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، ما تركزوش عليها، أكلوها سهلة مهلة ومزيونة. الورق العجنة مورقة عندكم، القشاوش غيكونوا عندكم، عدلو ما تركزوش. يلا بالصحة والعافية.